بيت أثري ما يشبه أي بيت بالعراق. كل حاجة في هذا البيت شهد على قصة أعظم شخصية بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ترك القصر اللي بجانبه أو سكن في هذا البيت. كيف ولمن هذا البيت؟ تعالوا نتعرف على القصة. شكل البيت غريب وقديم، لما تدخل تستشعر وكأنك في قديم الزمان، أجواء روحانية عجيبة. قصة هذا البيت تعود إلى حوالي 1400 سنة من الآن. هذا البيت شهد على أحداث كبيرة جدا في تاريخ الإسلام، بيت أمير المؤمنين عليه السلام. لماذا اختار الإمام علي عليه السلام هذا البيت تحديدا من بين بيوت الكوفة وترك قصر الإمار؟ وقبل ذلك واجب نعرف لماذا اختار الكوفة وليس غيرها. من المؤكد هناك لغز وليس اعتباطا. أولا، بعد أن بايع الناس أمير المؤمنين عليه السلام أو صارت بيده زمام أمور الدولة الإسلامية، اختار الكوفة كعاصمة وابتعد عن المدينة بسبب الأحداث الكثيرة والصراع والفتن اللي حدثت بعد مقتل عثمان بن عفان. جاء إلى الكوفة لأنه يعلم إنها من أطهر بقاع الأرض وأفضلها ومصلى الأنبياء ومسكنهم من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وباقي الأنبياء. والسبب الآخر وجود أصحابه في الكوفة وكذلك زعماء القبائل اللي كانوا موالين إليه، وهو سلام الله عليه كان يقول: الكوفة جمجمة الإسلام وكنز الإيمان وسيف الله. دخل الإمام علي عليه السلام إلى الكوفة، وعادة الحاكم لما ينتقل إلى مدينة يجلس في قصرها وهو قصر الإمارة. فسألوه: يا أمير المؤمنين، أتنزل القصر؟ قال: لا حاجة لي في نزوله، ولكني نازل الرحبة، واللي هي جانب المسجد، وكان فيها بيت أخته أم هاني زوجة هبير المخزومي، ثم اشتراه فيما بعد بسبعين دينار. هذا البيت كان لأخت الإمام علي عليه السلام السيدة أم هاني، وأصبح بيت لأزهد حاكم وخليفة في تاريخ البشرية. هذا البيت في جواره مسجد الكوفة، وكذلك بجانبه قصر الإمارة اللي ما بقى شيء منه سوى الآثار، كم حجر صغير. هذا القصر اللي كانت تصدر منه فتاوي لقتل أولياء الله ومنهم الإمام الحسين عليه السلام. أما هذا البيت فبقى شاهد على زهد وتواضع أمير المؤمنين عليه السلام. في مساحة هذا الدار المتواضعة مجموعة من الممرات والحجرات اللي كانوا يجلسون بها أفراد العائلة، وخاصة الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام يجلسون في أحد الحجرات ويتحدثون بعلم الأنبياء والأوصياء. لما أي زائر يأتي إلى بيت الإمام علي عليه السلام لابد يمر بأحد الممرات، وفي نهاية هذا الممر نجد هنا بئر يقال حفره الإمام علي عليه السلام للسقي. بين أروقة هذا البيت هناك مجموعة من الحجرات لأفراد عائلة الإمام علي عليه السلام، كذلك حجرة لأمير المؤمنين سلام الله عليه وحجرة لأولاده وبناته. أما هنا مكان الحزن والألم والغصة، هنا موضع مغتسل الإمام علي عليه السلام، هنا وضع جسد الإمام عليه السلام الطاهر وغسل بيد الإمام الحسن والإمام الحسين سلام الله عليهما. لما يأتي شخص إلى هنا يتخيل الإمام الحسن والإمام الحسين يجلسان في هذا المكان وينظران إلى جسد أبيهما الطاهر، ولا أعلم مقدار الغصة والألم اللي في قلبيهما.
أما بالنسبة لبناء هذا البيت فمثل ما تلاحظون مبني من الطابوق وتم إعماره على مر الزمان، ولكن استخدم طراز يحاكي طراز البيوت القديمة حتى يحافظ على روحانية المكان ويذكر الناس بزهد الإمام علي عليه السلام وبيته المتواضع. في عام 1966 تمت صيانة الجدران بشكل كامل وتبديل الأبواب أيضا، وكذلك تغليف القبة بالكاشي الأزرق، وتوالى الإعمار أيضا على مر السنوات حتى وصل إلى هذا الشكل وهذه الحلة. خليفة المسلمين وحاكم الدولة ووصي الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم سكن هذا البيت المتواضع، وحكم الأمة الإسلامية بلا قصور فخمة ولا جدران مزخرفة. وحتى بعد 1400 سنة لما تدخل إلى هذا المكان تستشعر أنفاس أمير المؤمنين سلام الله عليه، فيغدو هذا المكان بيت نوراني، بيت روحاني.